حدثنا عبد الله بن مسلمه قال قرات على مالك عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز اخر الصلاه يوما فدخل عليه عروه بن الزبير فاخبره ان المغيره بن شعبه اخر الصلاه يوما وهو بالعراق فدخل عليه ابو مسعود الانصاري فقال ما هذا يا مغيره أليس <سؤال> قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: «اعلم ما تحدث، أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟» قال عروة: «كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه».